كل كلام كل صراحة احنا نتابعوا وانا حارق في مخي لكن كنت تلاقي مخبينهم مشادينهم وما حبوش يقولوا عليهم ما فهمتش علاش دونك نحاولوا كيفاش تعاونونا انتوما تحاولوا تعاونونا باش نحاولوا نلقاو احنا بقدرة ربي قاعدين نعاونوا فيكم باش تلقاو ولادكم لانهم بالحق ولات مأساة هذه مأساة تنشوا فيها عندكم عندكم بطل وزوز مرضى روحين شافوك كيك يقعد بشهرين ثلاثة ياخذش الدواء قالوا ما بدش أنا نمشي لطاليا نحوه من الخدمة كان ياخذ في الكلف ياخذ ثلاثة يقل نحوه بحكم بلاصة واحد أخر جاهل مشى له تجوز ما لقاش خدمة يجي خيط وما ياخذش الدواء بثلاثة شهور بالله أربع شهور ياخذ يقل هذيك معانا لا حد شيء هز روحه ما روحه في البحر اليوم عام وثمانية شهور الأخيرة وليت دوري بورع صعب أولادنا عندنا عليهم ولدي مخلى مبدوزة عيني شفيت أنت شفت كل يوم ما عادش عود لي بون الراتب نتفكر ولدي شفته خلط لمبدوزة ويبيبي هو وأصحابه في 29 مارس وواحد مارس وأربعتاش مارس وولاد راس الجبل وولاد بنزرت هذونا مارس كامل موقوف وعنا عليه دليل مشينا الاتحاد الاوروبي البرمالية يقولوا معايا ما عادش نقول هوستل خلنا نحكي هوستل جا ربي قلت هوستل مشينا الاتحاد الاوروبي في مستير خذوا علينا الاوراق وقالوا لنا ولادكم موجودين وتونس مش نتكلم على ولادنا يا سمى الحس احنا عارفين ان الوضع صعيب صديقنا محمود عطانا بعض المعطيات الملف هذا يلزم نعطيه لبعضنا فرصه باش نتعاون مع بعض راهو الملفات هذه مش سهله معناها كي تقول لي هذه مساله مرتبطه بالحكومه الايطاليه وفما مشاكل وكما قال محمود مش عارفين يلا نراهم غالطين عليهم يلا نراهم فما سونيه فما رغبه في التعاون فماش الدستور هذا اللي مش نكتبوه هو اللي مش يخلي الدولة تسمعنا هو اللي مش يعطينا حقوقنا هو اللي مش يحمل ولادنا باش غدوة ما عادش الدولة تنسانا وما عادش الدولة تظلمنا وما عادش الحقوق متاعنا نوليو نجري ونتشحت ولا يلزم هذا الكل يكتب فك النص هذا طبعا من ناحية تقول لي عنا ما يفيد اللي يقولون ولادنا وصلوا معايا ولادنا بالبصلات وبالواحد إذا هو مثلا حتى مشكلة غادي السلطات الإيطالية اللي احنا ما عادش عليها السلطة نكون واضحين احنا نحكم في بلادنا ونحكم في حبوساتنا ونعطيهم واش نحبوا على حبوساتنا وما نعطيهمش واش نحبوا على حبوساتنا وهما كيف حكاية الأسعار هذه كيلو بطاطا السلطة مش نبيع كيلو بسبب دينار هذه مشكلة كبيرة ياسر فما ناس بطاطا فما مشكل آخر كبير بالنسبة لي أنا راه كبير هي مشكلة الشهداء هذه يا خويا يزولها من الشهداء الثورة فما ناس موتة لهنا أكثر من الشهداء أنا بعيد على 300 متر عن المقر هذا ناس موتة ناس موتة فهمتني وأنتم شديتونا الملف كي عذاب مستر السيسي يقول الحكومة كلها شهداء فيه مشكلة مات سكرى فيه مات يسرق أنا هذه كل يا خويا نحول ملف هذا شوفونا ملف آخر شوفونا بيطار أنا عندي بنتي أستاذة إنجليزية بطل أستاذة إنجليزية بطل أنا ما تشوفونيش الشهادة العليا هذي يصيرنا أخويا مثورة فما ناس موت أكثر مثورة هذي كين ممكن اليوم معناها ثم شكون ينجم يخلي الملفات معوقين ممثل يمدلنا الملفات يلمهم ويمدهم لي أنا نكون ونقترح إطار جسر مع وزارة الشؤون الاجتماعية باش نجموا نعاونوا نعرفوا اللي اليوم اللي القانون بتاعنا راهو ما يعطيش إمكانيات كبيرة للتأطير نعرفوا اللي القانون ما يخليش الإمكانية الكبرى باش معناها للإدماج ولكن نحاول نعاون أقدر ما نمكن معايا أمي كنت في 90 سنة قاعدة متشردة بيهم في الشارع لا عندي من يخدم عليا ولا عندي من نسكن ولا عندي من يدخل ويمرق علي لحد الآن بس هذا السيد الوالي شاف يعرف اللي هي حالة متاعي واتصلت بيه وشاف أمي وشاف راجلي ومن جملتهم عندي وثيقة ما تثبت من سيد الوالي موجود لحد الآن
اللي كان يدوم يطلب مني شهادة في عدم السكن. أنا أتصور إني ما سألتش على الثورة هذيا، ما دام المرأة اللي تفرج فيها العالم الكل نعترف على الشام يشوفوا الوضعية اللي تفرج فيها. أهلا بناتي في البلاد يا عاشا، وإن شاء الله كانت تونس ما تستعرفش بيه تقدر عليه اللي بالحق تقدر القيمة بتاعك تستعرف فيك وإن شاء الله تتعاون، لأنه المرأة هذيا مليعها والعالم الكل راوها وفي تونس مازلنا ما لقيناهاش. يا حاجة سامحنا، إحنا سامحنا لأن إحنا ما لقيناكش. احنا حياتنا كاملة بطالة، العبد قدامك 52 سنة، معناها الأغلبية ما تش تحكي على حد روحي برك يا رب، أنا نحكي لك معناها بصفة عامة على الكبارية جملة، اشترها كلها بطالة، ما ثم حتى واحد معناها اللي رابع حاجة اللي ينجم باش يقوم بها عائلة ولا عازب مثلا باش ما يحرقش، تو أنا كي سمعت الأخت قالت لك كيفاش تخلوا ولادكم تحرق، منين سامع حسب رأيك الناس تحرق؟ الإنسان لاباس عليهم مشا باش يحرق. إنسان عنده معناها متوفر مشا باش يحرق، راهو من اللي مشا باش يحرق كان المظلوم، اللي ما لقاش فيه وين، يا عدى حبس ربي على حاله معناها، يا ظروف دارهم معناها صعيبة ياسر ما لقاها حتى حل، أنا نحكي لك أنا عندي زوز إخوة تو في اللمبادوسة مش تطير، لكن هما في تشاتروا، تو الأم اللي كانت تحكي، ثم برشا ناس ما يفهموش القوانين بتاع إيطاليا كيفاش، أنا مشيت بيدي إيطاليا وتعليت وشفت إخواتي أنا وين. عندنا متشات روايات كلهم حابسينهم غادي، علاش حابسينهم غادي؟ معناها ثم اتفاقية ما بين تونس وإيطاليا على الحدود بتاع البحر، لكن هنا احنا شنو هي ظروفنا احنا؟ عامية توا تبعنا مجلس التأسيسي، تبعنا النهضة، تبعنا كذا، ما لينا حتى أي حاجة، ما ثم حتى حاجة تصلحت، كلام معقول نصبروا معاهم ونسيسوهم ونستناهم، لكن لوين؟ عامين دورة مش مسد بتاع شهر، هو طفل صغير انت تقول له اركع شهر يسمع كلامك، بعد ما عادش يسمع كلامك شو؟ احنا راهو عامين نستنى. انا نحكي لك معناها اغلبية اللي عندنا انا موجودين في الحي الكلها كرام ساكن، الكل اللي ما يخلطش باش يخلص كلام، نمشي نجيب باش يتلسن حاجات اخرى، انا كي صغير يبكي قدامي يقول لي بابا نحب ناكل، نمشي نجيب له وين وانا معناها واقف ما نخدمش. انا ما اعتمدت جيت 40 مرة في مرة وبالصوت العالي هو يسمع فيا مش المعتمد الاول مش الثاني. انا كي ناخذ وثيقة من عند معتمد يقول لي تمشي المؤسسة هذيك باش تخدم، انا يقولوا لي اعطيني بطاقة عدد ثلاثة. انا سنة عندي تحبس، انا تعبت انا في تونس تو نحب نصلح وضعيتي، انا في دمك الثورة معايا اشترى الكبارية كانوا واقفين في المعتمدية باش ما تتمسش تتحرك، اللي يخدموا فيها هربوا منها، احنا واقفين لها جماعة الكبارية الكل واقفين لها. اعطونا حل، خدمونا، عملونا حاجة باش نعانوا بها رواحنا. بيت معاه الفلوكة كاملة، كان الفلوكة الآخرين حطوهم في السياج. مشينا الكل بقعة، التجاري نمشوا للحكومة الكل ما حبوش يجيبونا ولادنا، جيبونا على خلوهم يكلمونا يطمنونا، تحركنا تو عاملوا في بلية جواب. ولدنا عندي في الراس يشرب في دولة صعبة، عليه؟ مناش توانسة نحنا؟ ومشوا من المجتمع ومشوا من الطالة والميزينة والفقر. يمشي معمل باش يخدم يطرد ويقول له انت ليه ما تخدمش؟ عليه نحن ما نتويز يخدمنا مش كلامنا طمنونا على اولادنا يكلمونا عليه. قلت لك الكلمة ونحبوا نحكي على حاجة. راهو كيف تعملوا جمعيات كيف تعملوا جمعيات وجمعيات اللي باش تتكلم بالسلوك وباش توصل صوتكم. راهي الجمعيات هذيا راهي تخدم لكم ولادكم زاد. في بالنا مش نحكيو على الدستور، ما تنجمش تحكي على الدستور. الناس ولادها حارقين ما يعرفوهمش وين، الناس تسكن بحدا الزبله، الناس حالتها معناها هكريتهم. احنا باش نعملوا
في الجهات الكل باش ندوروا باش نهزوا النواب. نحب النواب يعرف كي يمشي يعرف انه هو كيبدا يحكي وكيبدا يتعارك في المجلس ويعمل لازم يعرف راه فما ناس يعني شوف حالتهم باش نمشيو دونك للجهات وداخل الجمهوريه كل شيء. من الاول قلنا رانا باش ننظموا هذا في الكباريه اكثرين النواب يعملنا ميخ مهبله باش نمشيو للكباريه توجو ياكلوا توجو تاكلوا تريحه تو يعملوا فيكم تو يعملوا فيكم علاش ناكلوا تريحه علاش ناكلوا تريحه انا ما كليناش تريحه مع الناس الكل تكلمت فما عباد خساره ما وصلوش يتكلموا ما نجمناش. اما المهم ورينا وين يظهر لي معناها الاكثر حاجه خرجنا منها اليوم هو انه قوه المجتمع المدني اللي الوحيد ممكن نجم يعمل حاجه في تونس توا وانه الناس هذوما لازم معناها يفهموا ان المشاكل الشخصيه لازمها تدخل في شكل منظمه ولا في شكل جمعيه ويوصلوها للنواب. وراهو ممكن اهم حاجه عندنا في هذا ان نحبوا النواب هذا من اللي يجيو يفهموا هما لشكون يخدموا.